أصدر رئيس الوزراء الانتقالي المفوض عمر بشير مانيس قرارا بتعيين دكتور يوسف محمد أحمد الشيخ مديرا عاما للشركة السودانية للموارد المعدنية. وقالت وكالة السودان للأنباء سونا أن القرار جاء بناء على توصية من وزير الطاقة والتعدين. وتأتي الخطوة ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها حكومة رئيس الوزراء حمدوك لتطوير الأداء في مؤسسات الدولة. يستضيف السودان بعد غد الخميس اجتماعات الدورة 50 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية بدعوة من وزير الزراعة والغابات والموارد الطبيعية عيسى عثمان الشريف. وقال مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية إبراهيم الدخيري أن المجلس سيناقش مجموعة من البنود المدرجة في جدول أعماله، منها تقرير المدير العام عن أعمال الإدارة العامة للمنظمة للفترة ما بين دورتي المجلس 49 والـ50 ومتابعة السير العملي في تنفيذ استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة للعقدين 2005-2025 ومؤامتها مع أهداف التنمية المستدامة 2030. جدير بالذكر أن اجتماعات المجلس التنفيذي للمنظمة الحالي يتكون من وزراء الزراعة في 8 دول عربية. كشف نائب مدير سوق المحاصيل بمدينة تندلتي منذر الطاهر عن الأسباب التي أدت لتراجع الوارد اليومي من محصول السمسم، بما في ذلك عزوف المنتجين من دخول السوق. وقال الطاهر إن الوارد اليومي تدنى لأقل من 500 جوال مقارنة بأكثر من 1000 جوال خلال الفترة الماضية. وأوضح أن حجم الوارد من السمسم منذ بداية موسم الإنتاج حتى الآن بلغ 31,254 جوال، وأن سعر القنصار للسمسم الأبيض وصل إلى 3250 جنيه والأحمر إلى 3200 جنيه.